إذا نبقاو دائما في عالم الطفل، الطفل اللي دائما معرض للحوادث كانت منزلية أو لغيرها، قبل ما نمشيو عند الطبيب شنو خاص كل الأمهات يعرفوا اللي يديروه في أون كا داكسيدون؟ حنايا الأغلبية اليوم غادي نتكلموا على الحرق لأن المشكل ديالو كبير بزاف، وكنعرفوا بأن باش غادي داك المسائل الأولى اللي خصك ديريها شي مرات كنتلفوا، كيكون ولدك تيبكي تحرق لك ما عارف شنو دير. هنا خصو أول حاجة خصو الواحد يثبت راسو ويعرف بأن داك الطفل راه هو في حالة يمكن تكون خطيرة. إذا ما كناش حنايا غادي نتحكموا في راسنا يمكننا نزيدوا المسائل، نزيدوا الطينة بلة. أول حاجة ملي تشوفوا الولد أو البنت زعما اللي عندكم في الدار تحرق، غادي بحال دابا هنا ناخذ اليد ديال سميره نقولوا بحال دابا تحرقات، غادي نجيبوا اليد وغادي ناخذوا الماء. هذا كنوصي ان تكون عندنا دائما واحد القرعه ديال الماء، اما ماء معدني او الماء ديك لو ديستيلي اللي كتكون نقيه، ديما نخليوها على جانب. هذيك الساعه كنحلوها وخصنا نكبوا الماء. هنا ما خصنيش نهز القرعه بزاف باش ما يكونش هذاك لو شوك. فوالا ما يكونش لو شوك قريبه، وكنبقى نكب حتى كنبردها مزيان، يعني اليد خصها تبرد مزيان. ملي غادي تبرد اليد هنايا غادي ناخذ، خصنا يكون عندنا المنديل او لا شي حاجه اللي هي نقيه. كنهضر هنايا ملي كتكون الحرقه غير حمراء ما فيهاش داك لي كلوك، اللي كلوك هما داك الفوق البويقات اللي كيكونوا هذا. دونك حنايا كنهضروا على البرومي دو دغري. هاد الاشياء اللي كنعطيكم هي باستشاره مع الاطباء اللي كيقولوا لنا. وتنشكرك على هاد الاستشاره اللي درتي، انا عرفت بان هدى مشات قلبات عند الاكيد ما كناش نقولوا حوايج اللي ما كاينينش. وحنايا علاش ما درناهاش مع الاطباء؟ باش نقولوا انا كأم ماشي طبيبه شنو يمكن لي ندير قبل ما نوصل عند الطبيب باش يعطيني الدواء. دونك هادي كما قلنا كتبان لنا بان الحرقه غير حمراء، غادي نبردها، يعني ما وصلناش للدوزيام وتخوازيام دوغري، حنا برومي دوغري. ملي غادي نبردها مزيان بالماء غادي نحاول يكون عندنا، هنا غادي نوريكم شنو خص يكون عندنا في واحد شنو سميتو انتروس ولا انتروس ديال هذا. يكون عندي واحد الكومبريس اللي تكون نقيه، غادي نمسح داك الماء بها بشويه، ما نقش ما نديرش هاد لاجيست بحال هكا، ما نكررش باش غير بشويه. وكناخذ البوماده اللي هي عندنا معروفه ديال الحرق، وغادي نمشي ندير واحد لاكوش ديال البوماده من الفوق بحال هكا ونخليها عليها بيد ما كتبرد. هنا كنقول السيدات ما يديروش الدونتيفريس، البطاطا، الماتيشه، الفلفله الحمراء، داكشي كله. الوغ هنايا نكونوا يدينا غاسينها بالماء وغادي الماء والصابون، وغادي نحطها بحال هكا بلا ما نقيس الجلده، يعني كنمشي ونديرها بحال هكا. دونك هادي وكنخليها بطبيعه الحال حتى تبرد. دونك الحرقه ديال بروميي دوغري نديرو غير البوماده ديال الحرق وما كاين باس. مني كنشوفوا بان ديك الحرقه فيها بويوقات دوك لي كلوك، هادوك ما يمكنناش نمشيو كاين اللي كيمشي يطرطقهم، هذاك راه فيهم واحد الماء اللي هو كيحافظ على الجلده، هذيك النباله اللي ستكون ديك النباله، داك الماء اللي داخل داك الماء هو معقم، هو اللي كيحافظ باش سميتو. نفس الشيء غادي نمشيو نبردو مزيان، وديك الساعه ما نديرو حتى شي حاجه، غادي نمشيو ديريكتومون عند الطبيب غير نبردو ما نديرو والو. وخصوصا كما كنقولوا ما نحطو حتى شي حاجه فوق منها، بينما غادي ناخذوا واحد المنديل اللي بحال هكذا غادي يكون نقي. الا كان معنا شي حد نقولوا له حددوا باش يحيد منه الميكروبات، لان عندي داك تحيد بيد ما انايا غنبرد، واحد اخر عافاك خذ منديل نقي حددوا لي باش تحيد منه داك الميكروبات، وكنشدوا ونفزقوا. اسمح لي دونك حنايا انت راه ما محروقاش، يمكننا حنا نديروا هذه. والله الا محروقه ما كنحيدوا. دونك قولوا حنايا ها هو السيده عندها سميتو داك منفوخين، دونك بيد ما قلنا غادي نبردو نفس الشيء غادي نبرد هنايا، غادي نبردها مزيان حتى نشوفها بردتها، نكبوا عليها الماء بزايد، نكبوا عليها الماء. وغادي ناخذ ديك الماء اللي كما قلنا معقم مع هذا اللي حددناها، ما نخشيوش المنديل في هذاك الماء اللي لا نهائيا، هادو هما لي جست اللي كنقولوا باش. وغادي نعصرها بحال هكا، دونك غادي يكون داك لو لانش اوميد، غادي نغطي باش نحافظ على ديك اليد او الرطوبه، وغادي نمشي بحال هكا لعند الطبيب. ملي كيكون الحرق ديال الدرجه الثالثه، يعني كيبدا يبان لك العروقه وكيبدا يبان لك، ما نديرو حتى شي حاجه، نيشان نجريو لعند الطبيب هو اللي غادي يعرف ما يدير. خاصنا ما نديرو لا، بينما الا كان بحال دابا لابس الحوايج، حيت كاين شي مرات كتحرق وانت لابس الحوايج، الا بانت لك الجلده لاصقه
ما دير حتى حاجه. كاين اللي كيمشي يقطع بالمقاس ولا كيسلخ لك الحوايج كيطير الجلده معاه ما يقيس والو. شنو غادي يمكن له يدير؟ يبرد دوك الحوايج بحال هكا بالماء على فوق دوك الحوايج اللي لاصقين عليه ويجري به غير باش يهبط الحراره. درجه الحراره كنعرفوا بان الناس اللي كيكونوا محروقين درجه الحراره كتهبط لهم، دونك خصنا نلوهم بواحد شي حاجه اللي هي تدفيهم بيد ما نوصلوهم لعند الطبيب، وكما قلنا ما نقيسوهمش ديك الساعه. الوغ شنو هو المشكل اللي كيتطرح اللي كيكون شي مرات كيمشي فيه الواحد حتى الموت؟ هو اننا ملي كيكونوا الاطفال كيشربوا داك المرقاطع او لا اللوجاجي اللي كتكون كونسونطري، هذيك ما نعطيهم لا شرب ولا حليب ولا ما، لان شحال ما جاي غيرد غادي يزيد يحرق داك المسالك ديالو وغادي يكون ضرر كبير. ديك الساعه نيشان خصو يمشي لعند الطبيب. شي مرات تيكونوا الناس ولكن خاصو يرد تنظن ما دير له والو ما تقيسوش ما يرد ديه، حيت كاين في العاده تيعطيهم الحليب زعما باش يرد. وهذيك ملي تيرد كيزيد عاوتاني داك لاسيد اللي بلعوا يزيد عاوتاني يطلع له وعاود يحرقوا مره ثانيه. دونك هذه ما خصوش نهائيا يديرها. غادي تقولوا لي الناس اللي غادي يكونوا في الجبال سميتو بعادي ولا النصيحه هي انك خص الوقايه. الوقايه هي شنو؟ بعد من هذه الاشياء اللي هي صعيبه بحال لو جافيل الماء القاطع ما يدوروش نهائيا في الدار، خصوصا بان تيكون عندك البيت فيه البوطه فيه المواد باش كتغسل غير الكوزينه طبعا. الناس اللي تيكونوا ما عندهمش تيكون في البيت عايش عنده في كوزينته عنده في وقريب هذاك الشيء وكل شيء قريب، بالتالي نتفاداوهم. وحنا شحال من عطيناكم هذا النصائح باش نصيبوا هذه الاشياء اللي هي طبيعيه وننظفوا بها. دونك ما نديروهمش نهائيا. انت قلت لي في كواليس حتى بحال دابا جافيل ولا المنقطع ما نديروش قراعي ديال المناضه بطبيعه الحال. الطفل غادي يجي غادي يلقى القرعه ديال المناضه فيها شي حاجه صفراء غيسحب له المناضه يمشي يشربها. وحتى انه تكون في القرعه ديالها ما نشريوهمش نهائيا، سورتو مصيبه كبيره المنقطع ولو جافيل نتجنبوهم اذا كان عندنا الموضع فين غنعيشوا صغير. البوطه الصغيره ديك البوطه الصغيره اكبر خطر. دابا راه ولاو كيتباعوا لي بلاك ما غاليينش الواحد يشريهم حسن ما يتحرق لك ولدك ولا بنتك وكتولي واحد فيه في الدار. واخا انا ما نسيش لا تخش شنو خاصو يكون فعلي تكون لا سكور ولا بواطه سكور ولا اللي كان. خصنا انتيسيبتيك، هذا ماشي ضروري يحرق لان ما تكبوهش على الواحد اللي محروق تيكون فيه الكول غادي يحرقوا، بينما يمكن نمسح لنا به يدينا حنايا باش ما نعفنوش داك سميتو. بواطه عاديه بواطه ديال الصباط نديرو فيها عندنا البوماده ديال الحراق، غادي نديرو لي كومبريس يكونوا عندنا معقمين هذه حتى في حاله ما اذا تجرح ماشي ضروري غير الحراق. لي كومبريس اللي كيكونوا هما ستيريل دونك نديروهم بلس هذا البونسمون بالنسبه لواحد الا تجرح نديروا له بحال ان كومبريس باش نحبسوا داك الدم. ويكون عندنا المقص اللي هو معقم، هذه واحد لابواط اللي تكون عندنا في الدار بالنسبه للكوزينه من الاحسن قريبه، وكذلك بالنسبه للناس اللي عندهم السياره تكون دائما مسافره معاهم. شكرا لك هدى جنى على كل هذه النصائح. نمشيو ناخذ نصائح اخرى من نوع اخر هذه المره مع السي نبيله ياشي فقره التغذيه.